صافي نقدر نقول لك اخويا هاد الناس الصراحه بزاف والله الا بزاف، ما المسكين مسكين والو كيخدم ب 100 درهم او 1600، الايطرو ديال الزيت العوتي ديال 1600 ولا 100 درهم نيت، كيفاش غادي يدير؟ غيخدم على قبل الايطرو ديال الزيت العود؟ ما يمكنش. فينا هي الصحه؟ فينا هو؟ فينا هي النظافه؟ فينا هي بزاف ديال الحوايج خاصين هاد الشعب هذا مسكين، وكيزيدوا بالاسعار وكيزيدوا، كاين بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج، ومن بينهم اهم حاجه فيهم هي غلاء الاسعار اللي كاع زادوها بزاف. كان الشعب انه قادر يصبر مازال ويصبر ويصبر، هاد الشعب راه صبار الحمد لله، ماشي شي شعب اللي مشاغب ولا عز عليه الشغب ولا، الشعب نقي وزوين الله يعمرها دار هذا الشعب. المغاربه كلشي كيذكرهم كلشي كيعرفهم، ولكن مع هذا غلاء الاسعار راه الصراحه ما خلاهمش يصبروا، راه غيخرجوهم كاملين. وكنتمنى من الله ان الحكومه تحاول تشوف من الشعب وتشوف من الفقير مسكين، وتحاول تتعاون معاه شويه في الاسعار تنقص شويه، وخصوصا مع قله المطار راه الامور غاديه وكتازم. لا هذا الغلاء راه كاين غلاء فاحش، خص الحكومه ولا الناس المسؤولين على هاد الغلاءات هادو باش ينقصوا، باش المواطن يعيش واحد الطريقه اللي شويه معقوله. وهادشي راه غالي بزاف، دابا بحال تدير 50 درهم ولا 100 درهم راه ما كدير لك والو، كدور بها دوره كتخوى تيخوى المازوت. خص الناس اللي مسؤولين على هادشي باش يخفضوا من الاسعار، باش الناس يعيشوا في، لان ملي تتغلى الاسعار تيغلى حتى الخضره ويغلاو المواد الغذائيه والله يحسن العوان ترونسبور هو تيولي غالي، باش كاميو يجيب سلعه ولا يجيب شي حاجه بحال هكا. بما ان المازوت غالي راه السلعه اوتوماتيكمون تكون هي غاليه، حتى هي تكون غاليه. يعني هذا خص المسؤولين يكون واحد العمليه تحسيس بالنسبه للمواطنين، وخصهم يشوفوا يحاولوا يقادوا هذه المسائل هذه. اسيدي كلشي غلا، كلشي تزاد، قلت الثلوث في الحاجات زادت، كل شيء الثلوث في الحاجات زادت، وهذا الشيء هذا تيخلع، والشعب مسكين راه مهلوك. يحاولوا هاد الناس المسؤولين الله يهديهم يردوا البال لهاد المساكين ولهاد المشاكل ديالهم، راه مول 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 الكرو زاد، وزيد مول الحانوت حتى هو زاد على الناس. واش البيضه دابا لحقت 40 ريال؟ ماشي حشومه. والخضرات زادت، خيزو دابا ب 120، بطاطا ب 1000 فرانك، مطيشه قول قريبه 160 ولا 1000 فرانك. ايوا اش هاد الشيء؟ ولا اله الا محمد رسول الله، والماء والضو ما كاين غير نفا، تقعود ما كافيني والو. انا دخلت اسيدي 1963 ومشينا للصحراء وضربنا مع جيراننا وجينا والغالب الله اش نقول لك، خرجت مساعد واني والو، واش يعطيوني مثلا 40000 ريال اش غدير ليا؟ لا كان بكري كتمشي عند الناس اللي لاباس عليه كيعاونك، تمشي للاداره ديالنا يقول لك اسير لي صيفطنا الوراق ديال الضو، صيفطنا الوراق ديال لاميت والو، تنصيفطوا الدواء والو. لا اله الا محمد رسول الله. وحنا بغينا حنا الشعب ديالنا الحمد لله تنبغيوه وكنبغيو ملكنا، ما بغينا شي واحد الحمد لله. وحنا موجودين لدابا نيت، واخا خرجنا تقاعد نهار يبغينا سيدنا مرحبا به، نكافحوا من 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 الصحراء حتى للشمال. المهم شغنقولوا في الحقيقه الاسعار يعني وصلت واحد المستوى اللي المسكين هاد الساعه ما يقدر يعيش، كل شيء غالي. واسع عباد الله خيزو اللي كيدير 8 درهم 9 درهم، البطاطا 12 درهم، جلبان هادشي بزاف، كيفاش غادي يعيش هذا المسكين؟ تيتقضى واحد الاجر، وهذاك الاجر كينتظر منه بزاف وباغي يعيش. حتى الخضره اللي هي الخضره ما وصلناهاش، وهاد الحكومه شنو ما عرفت، ما فهمناش حنا هاد الحكومه لاش دارت. الا ما كانتش توقف في جهه من جهه المواطن وتشوف كيفاش دير باش هاد الاسعار وهاد الغلاء الفاحش اللي كاين في البلاد، كيفاش دير باش المواطن على الاقل توفر ليه قوه العيش ديالو. يعني علاش حنا كنصوتوا على هاد الناس هادو؟ علاش حنا كنصوتوهم وكنطلعوهم من البرلمان؟ في الانتخابات كيجيو يدقوا علينا، ها العار غندير لكم غندير لكم، ملي كيطلعوا ما كيتسوقوش لينا، ملي كيجلسوا في مجلس النواب ولا في الحكومه تيهضروا غير على المصالح ديالهم. المواطن ما عندوش حتى شي حاجه، ما كيهضروش على حتى شي حاجه ديال المواطن، وملي تهضر عليه انت في اطار عمل جمعوي ولا في اطار عمل نقابي تيعتقلوا، كيقول لك انت ما خاصكش تهضر. يعني المغرب الزلمه، المغرب بهذه الحكومه
وبهاد الاحزاب، حتى الاحزاب السياسيه فينا هما هاد الاحزاب باش يهضروا على هاد العغلاء الفاحش، على هاد المواطن اللي هما كيوصلوهم للمقاعد، اللي هما كيوصلوهم كيوفروا لهم الشهريه صحيحه، كيوفروا لهم الترانسبور، كيوفروا لهم كل شيء ومكينساوهم. كيوصل البرلمان كينسى، كيخوي كاع ديك البلاصه اللي كان طلع فيها، كيمشي لشي بلاصه اخرى يشري فيها الفيلا ديالو ويتصنف فيه. المواطن هنا يقلبوا.